بدي نام، ما بدي أقوم، ما بدي أعيش، وما بدي فيق، بس we have to. ف هينا انتوا لايقين quiet on set. حنسكر الشباك نبسط. اوكي هاي جايز، أنا فيكم بفلوج جديد getting my life together بعد العيد ورمضان، لأنه ما كنت إنسان كامل بالعيد ورمضان. يوم ثلاثة مش تنين امبارح كان على أساس بلش فلوجينج إنه نروح على الجامعة وهيك، ما رحنا على الجامعة، ف I didn't vlog لأنه ما عملت شيء أصلا. فقت على الساعة 12 معصبة لأنه بالغلط نمت ل 12، ف I did nothing امبارح basically. I edited دقيقتين من العيد فلوج وthat's it. اليوم بدي خلصها thumbnail نزلها I promise أو بموت وببكي. شو بدنا نحكي شو بدنا نحكي؟ إيه بدي فرجيكم I got these new shoes. هن loafers من زارا بس second hand، يعني وحدة جابتهم وأنا جبتهم منها. I did not buy them من راسي. 3 2 1 boom 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 beautiful. كتير حلوين I love them. صعب شوي بيوجعوا الاجر بس اتس فاين، عم بلبسهم بالبيت كرمال تو بريك ذم ان. فهي اول شيء بدي اقول لكم اياه، جبته من فريش 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 فانك ال بي اون اي جي اي ثينك ذاتس ذا نيم اوف ذا اكونت. ابديتات قراءه ما عم بقرا. I'm reading هلا this book. It's so good يا الله، أكيد حيكون 5 stars. بس عم بقرا كتير بطيء لأنه ما لي خلق على حالي. حفرجيكم يا وي. This book. اسمه The Housekeeper and the Professor. It's about a housekeeper and a professor. بس professor شو؟ Professor math. Rose, you hate math. شو عم تعملي؟ I don't hate math أول شي. تاني شي I hate math exams. تالت شي I love math. رابع شي now I love math more لأنه this professor is amazing. خامس شي صرت depressed لأنه لازم كون ب هي البلد. نسيت إذا Japan أو wait, I think Japan. Is it Japan? بدي يكون بجابان قبل ما يصير معه انه ما يتذكر الا 80 دقيقة، ويكون هو بعلمني ماث وعيش حياة تانية كلية. ما خصنا. I love so much. Okay. I'm definitely finishing this week. Audiobooks عم بسمع ل 100 years war on Palestine. صرت شي 30% through it. وعم بسمع على شو اسمه هي شي كتاب للجامعة Great Expectations by Charles Dickens. Can't believe I'm reading a Dickens بس انه يعني. وتالت شي لازم اقرا الاتلس 6 الكتاب لانه I have the audiobook علي بي للتاني يلي هو شو اسمه؟ wait The Atlas Paradox. ف I have to finish الأسود يلي هونيك حتى بلش الأبيض اللي هون. أنا قريته للفيرست بوك بس ناسي كل شيء، فإذا حسيت إنه إذا بدي بلش التاني I'm not gonna understand anything. ف هي البلان. اشياء تانية لهالويك بدي اعمل بيجلز، بدي اعمل بنانا بريد، ف اذا I get to those بيكون تمام. ححاول قد ما فيني اليوم اعمل بيجلز، ف if I do that حفرجيكم. واو صار لي زمان ما عملت بيجلز، بدي ارجع فتش على الريسيبي. وايه كنت على لحظة ما بدي اعمل فلوجينج بس اول ما بلشت البداية وحكيت لخمس دقايق ونص بلا ما اتنفس، ف فيكم تقولوا انه انا خلقانه لا يكون هيدا ماي جوب. بليز الله بليز ميك ذس ماي جوب. ببكي وبموت كل يوم. اوكي ليتس جو ميك سم كوفي. انذر بلان للاسبوع اكيد اي هاف تو ابديت ماي جورنال. ما عملت ولا هاب تراكر ولا بلا تراكر ل
ابريل بلا ديد اي لا لمارش اخر شيء صح بس لفبروري ما عملت لمارش ها ما عملت لمارش خلص مارش لا والله لا اي سوير لا عن جد هاي على الحقيقة نو ذات سو ما عملت بفبروري عملت بمارش اوكي اوكي شفتوا اي نيد سم اورجنايزيشن ان ماي لايف بدي اعمل ابديت نوشن بدي اعمل صفحة جديدة بنوشن للسمستر الجديد ليترلي كل شيء مخرب بالدنيا اوكي ليتس ميك كوفي اول شيء وصفة عولة جوشوا وايسمان فإذا بدكم تشوفوها الأصلية شوفوها عنده حط شوية سكر وخميرة أكيد كرمال الخميرة بتاكل السكر بعتقد هيك ساينس بيقول المهم سكر خميرة و 350 مللتر من 80 دجري سخونة ووتر يعني شو فهمتوا علي خلص هلأ فهمتوا مش ضروري أقعد فسر 100 مرة anyways هول هن الأشياء وبتتركون 10 minutes كرمال تعمل الخميرة بابلز وتكون عايشة هلأ أنا أول مرة ما عملت بابلز تاني مرة عملت نقطة صغيرة فا I think our خميرة is ميتة فا we're gonna get a new خميرة بس عملت هالشي وزدت 3 كبايات ونص طحين عليها وشوية ملح بعدين عجنتها ل 5 minutes وصارت سموذ وكل شيء وحطيت تاول شوي رطبة عليها وخليتها بالشمس هو قال 1 hour بس أنا خليتها 20 or something minutes كرمال you know لزقت عقيدي لأنه كان لازم زيد بعد شوي flour بس زبطنا الوضع شكلناهم طلعوا 8 كانوا فخمين وبعقدوا رجعت خليتهم يخمروا مرة تانية بالشمس وحضرت اللي بدي حطه عليهم يلي هو حبة البركة سمسم ملح بهار التوم وبعدين غليت مي وحطيت اول وحده فيها وعملت هيك صارت مقرفه ما طاشت لفوق اتسنكت لتحت فتاكدت انه الخميره از نوت جود فحطيتهم بالفرن بلا ما احطهم بالمي ما نفخوا كثير وام سو ساد وحابكي وموت وام gonna try again later إذا the angle is good أو لا بس مشيت تمشي طويلة وجيت لهون على this park thing وقعدة بدي أكتب وأقرأ وحضر لفيديوز وهيك للبودكاست هيك أشياء جمع أفكاري مبارح من بعد ما انتزعوا البيجلز I was in a bad mood فما صورت شي واليوم كمان ما صورت شي لأنه هيك كنت حس حالي مخنوقة كل النهار فكر من هيك جيت على اللونج ووك سري انه في كتير درجة في هونيك موتيرات فذاتس واي فايه I'm gonna do my thing ولما نرجع على البيت بفرجيكم اذا عملت شي planning واذا لا بكون عم صور بالبيت شي تايم لابس شي شغلة انا عم حضر في سردة عشية حاحضرها مع ناهدة و her cousin البريمير يعني مش انه على الحقيقة حنكون together هن حيكونوا together وانا ببيتي ويس ياي
بعتي بكرة الخميس بالبيت والجمعة بنروح على الجامعة وبشوف my friends. ياي اوكي let me حط افكاري على الورق وبشوفكم. باي ذا واي عملت انتو ويت اوكي عملت ماتي ايس ماتي مرة تانية وطلعت عن جد طلعت so good. اول مرة طلعت كتير خفيفة حطيت معلقة وشوي، هالمرة معلقتين كبار وشوي حطيت. It's so good هيك باردة يا الله احلى شي مع الشمس. Hello guys, it's the next day. ما عملت ولا شيء امبارح بس حضرت سلب وهالشي الوحيد يلي عملته. هلا اكلت وهيك بس وهلا رايحة عند زينة اقعد عنده وبعدين بدي ارجع اكمل شغل بالبيت. و I promise انتو وانا انه بعد الغدا I will اعمل كل ال planning things و go on a run. شو بدكم بتختار غد؟ شيء ما بتعمله قبل ما تروح على المدرسة ما بعرف ليه. Anyways, this is what I'm wearing. كله gray gray. ثلاث حالي ماي. It's fine. هلا بينشف. This jacket. ألسي وايكيكي. ها ما بعرف من وين. I think كمان ألسي وايكيكي. شو عرفني. Skirt من بيروتة. This من بيروتة. My sambas. وآيبادي. مايتي. يلا عند زينة. كمان بعدني ما خلصت. The housekeeper and the professor. I will finish it today كمان. خلص. No more excuses. We've been depressed for too long. عم يقلدني لابس حلقة مثلي. Guys, we're back. Africa though is super good, super good. And just I'm sorry to come be. Hey guys, يوم شو؟ يوم الجمعة ما عملت شيء امبارح. Do not talk about it. كل مرة بقول لكم بدي أعمل وما بعمل. ما بتعمل شيء. She's amazing. She's a cutie patootie. هلا خلصنا. What can we say? عم تشوف. عم تشوف. اه لا. عم شوف شيء. صحتنا يا. ايه بيت حدا. ايه. جانك مقطعة. لكن غسلته. عنده صوت غسيل. شو your outfits I begged her. I'm going to tell her. Okay, but... I'm going to tell her.
هنا بيجوا اثنين على واحد خلونا ما ينقط الشيء من إيه إذا بدي أعمل كتا أوكي شكسبير I loved it أنا كمان حتى الدكتور is amazing الدكتور هيدي أول دكتور عنا أصغر من 50 40 يعني شيء is أخذت أتندر See you after next time. Bye-bye. Bye-bye. خمسة خمسة خمسة
مش ازرق خمسه عن زلمه بيلبس ماسك عن نوع ازرق عن زلمه بيلبس ماسك ما بتعيش الباقيين فيكي بس تقدري توطي ديبيت ديبيت 90 ايوه لايف ديبيت ما بعرف كيف سكريم 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 ولا نوت سكريم هذا سكريم بدنا نروح على تدريب رغد ورفقتها انا وماما بدنا نروح على مدري وين وهلا بدنا نروح والبلان وين اي جيت باك عندي ستودنت بدي ادرسها وعشيه بسردة بلانينج اي سوير تو جاد خلص ما فيني بعد احلف قد ما حلفت كذب بس ام غانا فينيش ذا بوك وام غانا بلان ماي نوشن لانه عملت الاشياء الثانيه عملت الأشياء تاني أنا وبالبارك يعني عملت لها أبريل وهيك فرجيتكن فإيه That's what I'll do تعملي تختك بلا هلو جايز هيدا اخر خلص كده شوي خلص where's the stars where's the stars where's the stars of course the older one always yells at the younger one okay guys هيدا اخر كليب من this vlog I did read شو اسمه the heiress خلصته I did خلص the housekeeper and the professor both I liked ما حقلكن ratings حتنطروا لما wrap-up ف yeah let's share subscribe to all the YouTube things and I'll see you in the next time ويلي حتكون هلأ لأنه هلأ حطفي هيدا وبلش another clip لنext week's vlog goodbye